ايه صح، نحن مالنا رفقات. هي الكلمة قليلة بحق العلاقة القوية اللي بيناتنا، هيك بتقصد؟ يعني سونا وأنا مثل الإخوات، وكمان فيك تقول أكثر من هيك. ما فهمت عليكي؟ شبكي سونا بلا الحركات هاي؟ لو سمحتي بحكي لك بعدين. نحن أكثر من إخوات، حتى لو كان عندي أخت ما رح تكون أقرب منا إلي. نزلي إيدك عني يا. يمكن ما وصلت الفكرة لمراد بيك، نحن قراب من بعض كتير، ما هيك؟ خلص بعدين أنا رح أشرح لك كل شيء. لا، على كل حال شكراً كتير على ضياعة الوقت وعلى استعراض الصداقة الغريبة اللي عملتوها، وطبعاً من الواضح إن علاقة مو طبيعية. آها، خير إن شاء الله. شو هاللمة الحلوة؟ معقول تكونوا كلكم مجتمعين مشان تستقبلونا؟ مستحيل، ما بصدق. أهلا وسهلا. خير إن شاء الله. شو جابكم هلأ عزت بيك؟ بلا بيك، ناديلي عمي. داليا هي هي الصبية اللي حكيت لك عنها ونحن على الطريق. سونا بنت كمال رفيقي، مرتي داليا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. يلا تفضلوا، خلونا نروح على مكتبي هلأ مشان سونا خانو متودع رفيقتها وترجع على شغلها. سونا خانو؟ تفضلي. نعم، أنا رح أشرح لك. هي رفيقتي وأكتر من أختي، وعلاقتنا قوية كتير. سمعتي مراد بيك مو؟ يلا تفضلي ودعي صديقتك اللي أنت وياها نفس الاسم ومثل الإخوات بالضبط مشان ترجعي على شغلك لو سمحتي. استني شوي بدي حاكيها. لك بس، ما سمعتي مراد بيك؟ تعي معي رح أشرح لك. لك إيه؟ ممكن تشرحي لي اللي عم يصيره بالتفصيل؟ ما أنا مشان هيك جايبتك لهون. عمو عزت اتصل ببابا وقال له أنا مبسوط لأنه تعرفت على بنتك، مع إني ما فتت على المقابلة أبداً. أنت تضحكتي على الرجال وأقنعتي إنك أنا. ممكن تشرحي لي؟ تفضلي عم اسمعك. بصراحة الموضوع معقد. بتتذكري وقت بطلتي تعملي المقابلة؟ مو أنت زتيتي سي في بوشي ومشيتي؟ إيه بتذكر. قلت لحالي بضبه مشان ما يقولوا عني وسخة. بالله. وبعدين طلعت من الأسانسير وسي في تبعك كان بإيدي. وفجأة مساعدته لمراد بيك شافت السي في بإيدي ومكتوب عليه اسمك، فكرتني أنتي. يعني مو بإيدي، مو ذنبي، ما قدرت صحح لها لأنه وضعي كان صعب ولساته صعب. سونا لو سمحتي بس أعطيني كم يوم، اسمحي لي أشتغل هون هالفترة بس على أساس أني أنتي. لا حياتي ما حذرتي معك مهلة بس لبكرة تحلي الموضوع، تنهي القصة بطريقة ما انضر ولا اتأذى فيها.